تتفاقم الأزمة الإنسانية للنازحين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد القطاع. مدارس الأونروا هي الملجأ الأول الذي قصده آلاف النازحين، لكن الوضع كارثي حسب ما يخبروننا، فطعامهم وفراشهم وحمامهم واحد، والعيش في مثل هذه الظروف لا يتحمله أي إنسان. أنا ما بديش لأكل ولا أشرب، بس المهم بدي راحة البال. إحنا اليوم هنا اليوم 12 13 يوم 17 يوم لحرب 24 ما صارها، ما فيش كيف تتحمم انت. انا بروح بتخضر على نفسك، بتروح على بيتك عشان تتحمم، بتلبس فك الطياره. يعني راح عبد ربه زايد وزوجته روعة دارهم فيشي، راح دارهم مشان يتحمم وصفتهم الطياره هناك وماتوا. وتبرر وكاله الغوث عجزها عن تقديم الخدمات المناسبه بان مدارسها تستوعب فقط 35 الف نازح، فيما تدفق اليها اكثر من 100 الف. بعض المتطوعين الشباب فاجأوا هؤلاء الأطفال اليوم بالمجيء إلى مدارس اللجوء وتنظيم نشاطات ترفيهية لهم. هي فرصة لتخفيف الضغط والقلق ومحاولة ولو لساعة يوميا لإخراجهم من حال الخوف والانتظار الذي انتهوا إليه هم وعائلاتهم. المشهد هنا يناقض السياق العام الذي يأتي فيه. أطفال يلهون ويلعبون وهم الهاربون من نار القصف وتهديد القتل. الفكرة بلورها ونفذها مجموعة من شباب الحي، وهذا هو اليوم الأول لتنفيذها، على أن يعمل على تعميمها لاحقا. ناس منحصرين بمدرسة طول اليوم طول الأسبوع وطول الحرب، لقوا اللي احنا بنعمله يعني بمثابة نجدة تقريبا لهم. وبصراحة المنشطين نفسهم كمان والشباب المتطوعين انسجموا معهم بشكل غريب، بس في شيء لاحظناه يعني شيء مأساوي بصراحة، ممكن أثر بكل الموجودين، وهو أنه بالرسم واحنا بنرسم بنلاقي انه الاطفال بيرسموا شغلتين فقط، يا بيوت يا بيوت مهدمه. يتمسك الطفل الفلسطيني بكل امل بالحياه رغم تعدد اسباب الموت من حوله. بعض هؤلاء الاطفال يعيشون الحرب الثالثه في عمرهم الذي لا يتجاوز 10 سنوات. قصفوا دارنا، بابا كان له دقيقتين طالع من الدار. احنا بهمناش دارنا، بس بدنا شبابنا، بدنا بطولتنا، بدنا يتوفر لنا كل شيء. تعودنا، صار عندنا اعتواد كل سنة سنتين نجي على المدارس، فليش مش زي الناس اللي هان قاعدين شايفين أطفال بلعبوا يعني في الملاعب، كل حقوقهم موفرة لهم، أما احنا مش موفرة لنا يعني. يكبر هذا الجيل وهو يحفظ في ذاكرته جيدا صور العدوان المتكرر عليه، عدوان يتحدونه باستمرارهم في حياتهم والسعي في تحسينها حتى يصير لهم حقوق غيرهم من الأطفال حول العالم. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين.